ممتازة. ألو سعيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيدة لاباس؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك الله سعيده، مرحبا. لي الشرف المشاركه معكم. الله شرف العظيم. متبادل، ربي يخليك. شكرا. نستافدوا، كنا حتى حنا نحاولوا نفيدوا. بارك الله فيك، شكرا. هذا هو المدنون في المراه المغربيه. مرحبا. انت ليكم واحد الكيكه. ايه واخا. مجربه وناجحه. إيه. كان جوج البيضات. جوج بيضات. ايه. كاسوم السنيده. نص كاس الزيت. ياغورت فاني. ايه. جاتل كيسان طحين. جوج خمارات ديال الحلوه. جوج معالق ديال العصير الحامض. جوج معالق عصير الحامض. اه هادو هما المقادير اللي فيها ياك. نعم اختي، كتخلطي الياغورت مع السكر مع باقي المقادير. وكتديني المول ديالك وترشي بالطحين وديريه في ديري كي كديري في الكعكه. الطريقه العاديه. كتجي شيشه، كتجي غزاله. اي واحد كراها كيسولني عليها. واخا، مشكورة اللي ذكرتينا بها، الله يعطيك الصحة سعيدة. الله يبارك فيك أختي، الله يبارك فيك، لكم الشكر الجزيل والله العظيم. زعما حنا من العشاق ديال ميد راديو، حنا من الناس اللي كنستافدوا منه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. نعطيكم واحد الشلاضة ديال الخيزو. تفضلي. كنفلقوا خيزو أختي، كنديروا في الشكل طولي. إيه يكون طويل. كتكون عندنا، كيكون عندنا في الشرمولة كاين المعدنوس. كاين الثومة محكوكة. تحميره. بيبزار. كامون. الملح. شويه الزيت البلديه. شويه الملح. شويه الماء بليط اختي. شويه الماء. كتسلقي داك الخيزو، كتجيبي المقله كديري فيها داك المقادير كلها حتى كينشف داك الماء اللي درنا، وكتحطي داك الخيزو في داك الشرموله، كتشرمليه مزيان، تمشي غير شي شويه كتطفي عليه النار، وبعد ذلك كتعصري عليه شويه الحامض. إيه. وكتقدمي في الصحه والراحه. إيه مقبل، يعطيك الصحه، تبارك الله. وبغيت غير نقدم واحد نصيحه بخصوص ما دام اننا في فصل الشتاء. إيه. خصوص القطنيه والافاده اللي كنستافدوا حتى متكثرين كتقدموهم، جزاهم الله خيرا. ايه تفضلي. بالنسبه لسميتو اللوبيا، لوبيا قطاني. الطريقه انا ديالي كتديري كتشلضي البصله. ايه. وكديريها تمشيها في شويه الزيت. وتحطي خيزويه حتى هي وتمشيها معاها. وتومه. ومطيشه. ايه. حتى كتمشي داكشي مزيان في الزيت، وطبيعة الحال خلطي الزيت بلدية والزيت المائدة، ونشحو ديك البصلة وخيزو والثومة. واه اختي مطيشة. واه اختي مطيشة، وعاد كتزيدي العطرية باش ما تحرقلكش. العطرية معروفة، الملحة، البزال، كمون، التحميرة. وعاد كتزيدي ديك الساعة الماء وترمي اللوبيا ديالك. كتجي غزال بصحة وراحة. واخا كتجي خاطرة، الله يعطيك الصحة تبارك الله. كاين نصائح بزاف، وكاين بزاف د الحوايج كيما كتفيدونا، بغينا حتى حنا نفيدوكم، ولكن للأسف ما كيفيدناش. مرحبا، ما كاين حتى مشكل، خليك معنا ونرجعوك للستوندار.